أفتح أول ملف للنقاش خلال هذا الموعد الإخباري، ملفنا السياسي. عدد الراغبين إذن في الترشح يفوق 134 شخصا منصب رئيس الجمهورية في المزاد. أسعد باستضافة الأستاذ أنور مالك، الكاتب ومحلل سياسي معنا من فرنسا. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك أخي الكريم، وأهلا بالمشاهدين الأفاضل، وشكرا على الاستضافة. العفو. نستضيف كذلك عبر الهاتف، ينضم إلينا الأستاذ العلوم السياسية بجامعة أدرار، الأستاذ عثماني تهامي. مساء الخير، مرحبا. مساء النور أستاذ هارون. أهلا. إذن أبدأ مع الأستاذ أنور مالك من فرنسا. عدد الراغبين في الترشح يفوق 134 شخص لحد الآن. أستاذ أنور مالك، هل تعتقد أن الذين أبدوا رغبتهم في الترشح لحد الآن، والأسماء معروفة ومتعددة في تخصصات متنوعة، تحدث عن 134 شخص، هل تعتقد أن هذه الأسماء منهم من يلبي يعني طموحات الجزائريين، منهم من يملك كاريزما، الرئيس الحقيقي الذي يقود البلد خلال الفترة المقبلة ويجد حلول لإخراجها من أزمتها السياسية والاقتصادية كذلك؟ أقول بلا أدنى شك أنه الرغبات لدى الكثيرين، خاص يتقدمون بحثا عن الأضواء، آخرين لديهم نوايا أخرى، وهناك من يتقدم بلا أدنى شك من أجل خدمة الجزائر. التقييم الأساسي سيأتي بعدما تغلق القوائم النهائية وتظهر القوائم النهائية، ولكن الأساس الذي يجب أن ينتبه إليه كل شخص يقدم نفسه إلى الترشح أن منصب رئيس الجمهورية ليس للتسلية، وليس كل من هب ودب، حتى الدولة تمنحك حق ترشح ما دام تتوفر فيك شروط قانونية كما يقول قانون الانتخابات، لكن هناك أيضا نوع من الشروط المعنوية التي لا يمكن أن تتحدث عنها القوانين، تتمثل في أهلية الإنسان أن يكون في منصب الرئيس. منصب الرئيس هو أعلى منصب في هرم الدولة، ودولة كبيرة مثل الجزائر يجب أن تتوفر فيه الكثير من الشروط، يجب أن يكون مر على عدة مناصب، لديه تجربة في التسيير، لديه تجربة في القيادة، لأن المنصب مش يجلس وراء كرسي ويتمتع بامتيازات وفقط وخلاص، ويسير الدولة ويصبح رئيس وخلاص. هذا لا، هذه بلد كبيرة وتحتاج إلى رجل كبير بمعنى الكلمة، تتوفر فيه إلى جانب النزاهة، هذه لا شك فيها، وجانب القيم الأخرى التي المعروفة، هناك أيضا يجب أن يكون رجل دولة بمعنى الكلمة، سيكون تحت قيادته الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادته الشعب الجزائري، مؤسسات الدولة، يمثل الدولة الجزائرية في كل المحافل الدولية، يجب أن تتمثل فيه نوع من الكاريزما، لا يكون فقط أنك تتحدث متحدث جيد أو تحضر في البلاتوهات أو عندك برنامج تلفزيوني ناجح معناها خلاص هذا يؤهلك بأن تصبح رئيسا للجزائريين. لا، لا أتفق على هذه المحاور التي تتحدث عنها، لكن سؤالي كان واضح، من بين 134 شخص راغب في الترشح فيهم من يملك هذه الكاريزما التي تتحدث عنها؟ أنا لا أريد أن أعمل دعاية إلى أي شخص، ولكن بلا أدنى شك هناك من تتوفر فيهم مثل هذه الأمور، بلا أدنى شك هناك، والشعب الجزائري هو الذي سوف يقرر، لست أنا مواطن جزائري سأقول عندي صوت واحد، ولكن أنا أقول على الجزائري أن لا ينساق وراء شخص يلعب له على مشاعره الدينية والقومية والوطنية ويدغدغ مشاعره العاطفية فقط، ويحاول أن يصور بأنه ممكن تكرار تجارب دول صغيرة في دولة عظيمة مثل الجزائر. لا، يجب أن تكون هناك برنامج. أنا لهذه اللحظة لم أطلع على أي برنامج يكون فيه شامل وكامل يقدمه مترشحين، إلا إذا كان يؤجلون إلى ما بعد قبولهم بصفة رسمية حتى يقدموا برامجهم، لكن لهذه اللحظة لم أرى أي برنامج. يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي سياسي اجتماعي وإيجابي وأمني في كل الأصعدة، يكون هناك برنامج. أيضا ماضي الشخص، واحد عمره ما ناضل في مساره السياسي، فجأة يظهر في الأحداث ومباشرة يقدم نفسه أنه يكون رئيس جمهورية. رئيس جمهورية يحتاج
إلى رجل دولة وأيضا إلى برنامج يليق بهذه الدولة. من دون ذلك أعتقد أنه نوع من الاستخفاف بمثل هذا المنصب الكبير وهذا الموعد التاريخي، موعد 12 ديسمبر أخي الكريم، هو موعد مفصلي بالنسبة للجزائر. طيب. الجزائر ستدخل مرحلة جديدة، إذن ما يجب أن نستخف بهذا الموعد ولا بهذا المنصب ولا بهذه الدولة بمثل هذه الكثير من الشطحات التي لا تليق بالجزائر ولا بالجزائريين. دعني أتحول إلى أضرار الآن إلى الأستاذ عثماني تهامي. تقريبا نفس التساؤل، الكثير من الجزائريين يطالعون أسماء هذه الشخصيات 134. الأستاذ أنور مالك يقول أنه فيهم من يملك كاريزما رئيس الجمهورية، ما الذي تعتقده الأستاذ عثماني تهامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لقائمة المترشحين نذكر بأنها ليست نهائية. لماذا؟ أكيد. لأن لا راغبون في الترشح. أغلبهم ربما يعاني من 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 جمع توقيعات، ولذلك ستكون فيه تصفيات أو تصفية كبيرة جدا. أغلبهم فشل في استقطاب المواطنين لإمضاء استمارة الترشح، ولكن أنا فقط أريد أن أذكر بعض الخصائص التي يجب أن تتوفر في كل المترشحين الذين لهم ربما نسبة كبيرة جدا من ربما حظوظ في الفوز. ربما الأزمة في الجزائر هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، ولذلك ربما نوعية المترشحين اللي رانا نشوفوها الآن فيهم تكنوقراط، فيهم أصحاب خبرات، فيهم المتحزبين، فيهم الأكاديميين إلى غير ذلك. ولذلك أعتقد أن تولي رجل تكنوقراطي بحت في هذه المرحلة أمر صعب جدا، لأن الأزمة ربما أزمة سياسية بامتياز. ربما في أزمات أخرى كانت من قبل هذه المرحلة، ولكن الأزمة الآن في الجزائر هي أزمة سياسية وتحتاج إلى رجل ذو خبرة سياسية كبيرة جدا لإخراج الجزائر من هذه الأزمة. كذلك توفر المستوى العلمي اللي أعتقد أنه قانون أو تعديل قانون الانتخابات حل هذا المشكل واشترط شهادة جامعية، أعتقد أنه كان فيه نوع من الحد من توجه أي شخص. كما قال الأستاذ أنور مالك، ربما الجزائر تستحق شخصية قوية جدا، شخصية متعلمة، شخصية ربما نراهن عليها في حل المشاكل. هذا ما يتفق عليه الكل. دعني أستسمحك عثماني تهامي لإكمال فكرته، تفضل أستاذ. كنت قد أشرت قبل الإشهار إلى توفر المستوى العلمي والقانون حل هذه المشكلة. النقطة الثالثة أن يكون غير متورط في ما يسمى بالنظام السابق أو في المنظومة السابقة. لماذا؟ لأن الحراك الشعبي ربما أو زخم الحراك الشعبي في الجزائر وقوته أدت إلى ربما أعتقد أنه قناعة المجتمع الجزائري بأن هؤلاء الذين كانوا ضمن المنظومة السابقة لم يؤدوا إلى حل المشكل أو الأزمة في الجزائر. كذلك العنصر الأهم وهو التمتع بعلاقات قوية جدا داخليا وخارجيا، لأن الأزمة في الجزائر أزمة مركبة معناها سياسية واقتصادية إلى غير ذلك. ولذلك أعتقد أنه بعد إعلان السلطة المستقلة للقائمة النهائية للمترشحين يمكننا أن نجد من تتوفر في هذه الشروط لتولي منصب رئاسة الجمهورية، والشعب في النهاية هو من يختار. أكيد. لأن حتى وإن توفرت هذه الشروط في شخصية معينة ولم يختاره الشعب لم يكن رئيس الجمهورية. الكلمة النهائية للشعب هو الذي يختار. صحيح. أعود الأستاذ أنور مالك من فرنسا. الأستاذ أنور مالك، بين أشخاص راغبين في الترشح متحزبين، هناك أساتذة جامعيون، هناك إعلاميون أو صحفيون، هناك رجال دولة سابقين، من الأصلح لقيادة البلد؟ هنا أتحدث عن مجرد فقط الصفة أم أنه يجب الخضوع لبرنامج كامل ومتكامل يمس كامل الجوانب المهمة في الدولة الجزائرية؟ بلا أدنى شك أننا نحتاج إلى برنامج حقيقي، وهذا البرنامج لا يمكن أن يفصل عن رجل
تتمتع بمواصفات، والأستاذ الفاضل عثماني التهامي أعطى أشياء مهمة، نقاط مهمة يجب أن تتوفر في هذا الرجل الذي سيقود الجزائر. ونحن طبعا نقول دائما ما بعد 12 ديسمبر ليس مثل ما قبله، لذلك الجزائر راح تدخل مرحلة جديدة، أول شيء تفكك الأزمة السياسية، وبعد ذلك هناك أزمات اقتصادية واجتماعية وأشياء أخرى يبدأ تفكيكها بطريقة تدرجية ومرحلية، لأنه لا يمكن تفكيك مثل هذه الأزمات بين عشية وضحاها. أنا في تقديري أن الرجل الذي يجب أن يتولى هذا المنصب يجب أن يتمتع بالمواصفات محددة، يكون رجل دولة. لهذه اللحظة هناك 134 مترشح راغب في الترشح، نحن ننتظر القائمة النهائية، وبعد ذلك أنه كجزائري يعني أدعو إلى المشاركة في الانتخابات، سأختار الذي تتوفر فيه المواصفات المعينة بين هؤلاء الذين قبل ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية. ولدينا أيضا ككل الجزائريين لديهم مطالب يطالبون المترشحين بتحقيقها، ولكن يجي هذا يعود أيضا إلى الأشخاص المترشحين بأنفسهم، يجب أن يكون يدرك تماما أن منصب رئيس الجمهورية ليس منصب بسيط، ولا هو منصب كبير على مستويات كثيرة يليق بدولة أفريقيا، ودولة كبيرة على مستوى العالم مكانتها، ولديها حضورها ولديها نفوذها. إذا أكيد أكيد أستاذ أنور مالك، فقط قل لي أستاذ أنور مالك، ما هو البرنامج نعم. الانتخابي الذي قد يقنع الشعب الجزائري في الوقت الراهن، وعلى أي أساس يركز هذا البرنامج كي يقنع الناخب الجزائري؟ أن البرنامج الأساسي الذي يبدأ يجب أن يكافح الفساد، يسترجع أموال الجزائريين التي نهبت من طرف عصابات كانت تسيطر على 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 منافذ كثيرة وأماكن كثيرة، استرجع الأموال، كما قلت مكافحة الفساد، إرساء دولة القانون، تكافؤ الفرص بين الجزائريين، إصلاح المنظومة التربوية لأنها هي أساسية في مثل هذا الجانب، قضية الخريطة السياسية تبع الجزائر، الخريطة الحزبية صارت عندنا دكاكين حزبية، إذا تنظيم الحياة السياسية بين الجزائريين، إن هذه كثير من المحطات يجب أن يقوم بها رئيس الجمهورية. وأهم خطوة أن يحقق مطالب الحراك الشعبي، هناك مطالب ما زالت عالقة بسبب عدم وجود رئيس جمهورية منتخب حتى يحققها، يكمل مسار الإصلاح الذي طلب به الشعب الجزائري، محاسبة الفاسدين، إن كما قلنا أن إرساء دولة العدالة، الكل الناس سواسية أمام القانون، وإن إصلاح العدالة، منظومة العدالة، هذه كل الأشياء طالب بها الشعب الجزائري. والمنظومة طبعا الاقتصادية تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تحويل الجزائر من دولة ذات اقتصاد ريعي إلى اقتصاد آخر مثمر ومصدر ومنتج وما إلى ذلك. هذه كلها يجب أن تراعى في البرنامج الرئيس القادم، هذه أساسيات كلها تتوفر. ولكن هل يستطيع الرئيس المقبل إحداث هذه القفزة الاقتصادية؟ ونحن كنا في 20 سنة البترول، سعر البترول كان 130. أخي الحبيب، ليس لا يمكن أن، لذلك قلت لك أن إصلاح الجزائر لا يحتاج، لا يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها. نضع اللبنة الأولى تتمثل في انتخاب رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب، يتمتع بشرعية شعبية في ظل شفافية وفي ظل نزاهة، وبعد ذلك تبدأ الخطوات الأخرى. الجزائر، إصلاح الجزائر لا يمكن أن يأتي في سنة أو سنتين أو 3 سنوات، إذا توفرت النية، تحتاج النية الصادقة، تحتاج إلى عدة سنوات. لذلك نحن بانتخابات 12-12 نضع اللبنة الأساسية مثل في أن الجزائر تدخل مسار شرعي، وتحتاج الرئيس يصلح المؤسسات، يدير برلمان شرعي، ربما يصلح الدستور، يصلح أشياء كثيرة، لكن هذه الأشياء كلها لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل انتخاب رئيس جمهورية. من دون ذلك أعتقد أنها ستطول الأزمة، وستكون في صالح المحرضين والذين يريدون فقط إغراق الجزائر وإبعادها عن المشهد وأشغالها بنفسها في مثل هذه الظروف. جيد. أستاذ عثماني تهامي، كذلك نفس التساؤل، ما هو البرنامج الذي ممكن أنه سيقنع الناخب للتوجه إلى صندوق الاقتراع وانتخاب شخص معين؟ على ماذا سيرتكز هذا المترشح في المستقبل في برنامجه كي يقنع المواطن الجزائري الانتخاب عليه؟ نعم، تكملة إلى ما قاله الأستاذ أنور مالك وإلى الخطوط العريضة التي تطرق إليها، أعتقد أن حراك 22 فيفري قد وضع مجموعة من الأسس
لمترشحين أو لمن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية، وحاول أن أتطرق إليها على شكل نقاط، على شكل نقاط معينة. خاصة يجب أن يملك هذا البرنامج تصور أو حلول للمشاكل الاقتصادية التي تخبط فيها البلد منذ فترة زمنية، خاصة بعد تراجع أسعار البترول. كذلك أن يملك هذا البرنامج أو المترشح أن يملك تصور سياسي يقنع به المواطنين الذين خرجوا يوم 22 فبراير للتعبير عن يأسهم من الأوضاع السياسية والاقتصادية السابقة. كذلك أن يفتح، أن يتأهد بفتح ورشات كبيرة إصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وخاصة التربوية للاستجابة لمطالب الشعب الجزائري أو الحراك الشعبي. كذلك لا يحتوي، هذه النقطة مهمة جدا، لا يحتوي هذا البرنامج على أفكار إقصائية، ويجب أن يستوعب كل أطياف المجتمع الجزائري. لماذا؟ لأننا نعرف حجم الجهوية والتفرقة التي بثتها العصابة وعناصر المنظومة السابقة داخل المجتمع الجزائري. ونعطيك أنا أحسن مثال هو أحداث غردايا، أحسن مثال على ذلك. إذن البرنامج الذي يتقبل أو ربما يلقى قبولا داخل المجتمع هو الذي يضع اليد على الجرح الذي يعاني منه المجتمع الجزائري في هذه المرحلة بالذات، لأن الأزمة كما قلت سابقا هي مركبة من ناحية ثقافية اجتماعية تربوية اقتصادية وخاصة سياسية. أستاذ أنور مالك دائما من فرنسا، آخر نقطة بحوزتنا، نتحدث عن الزيارات الخارجية للبلد خلال هذه الأيام، وفد من الكونغرس في الجزائر، استطلاع الأوضاع هنا، كذلك زيارة وزير الخارجية التركي للجزائر اليوم، الأعين مصوبة من دون شك نحو البلد. هل هناك قراءة لهذه الزيارات للجزائر في هذا الظرف الراهن؟ بلا أدنى شك أن مثل هذه الزيارات بينها التي تندرج في إطار الاهتمام الدولي بالشأن الجزائري. أنا كما كررت وذكرت سابقا أن الجزائر ليست دولة صغيرة يمكن أن لا يهتم بها العالم. بلا أدنى شك هي دولة تعتبر صانعة القرار في أفريقيا، ودولة لديها تأثيراتها ولديها ثرواتها ولديها حضورها. بلا أدنى شك أي دول العالم المحورية ستهتم بالتحولات التي تعيشها الجزائر. أعتقد أنه في هذا الإطار هذا أمر مشروع بين الدول أن تهتم بعضها البعض، ولكن إذا جاء الأمر في إطار التدخل في شؤون الداخلية الجزائر، أعتقد أنه لا يوجد جزائري يمكن أن يقبل أبدا بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائر عن طريق توجيه الأمور أو محاولة الوصاية أو غير ذلك. إذا كان في إطار التعاون بين الدول فهو أمر مشروع، فالدول تهتم بأمر بعضها البعض، والجزائر من الضروري أن تسوق إلى تحولاتها، لأن القضية تتعلق باستثمارات خارجية، علاقات دولية مثل هذه الأمور. أما إذا كان جانب الآخر، وأنا أدرك تماما لو كان جاء في إطار محاولة التدخل في الشأن الجزائري ما سمحت الجزائر أصلا لهذه الوفود أن تأتي إلى الجزائر. أعتقد أن الجزائري دائما لديه حساسية مفرطة من أي تدخل في الشأن الجزائري. البعض من المحللين والبعض من المراقبين يقولون أنه فيه نوع من الضغط على الجزائر خلال هذه الأيام من بعض من القوى والجهات. بلا أدنى شك حيكون هناك ضغط طبيعي جدا، هناك مصالح هناك طبيعي جدا يحدث مثل هذا الأمر، ولكن الدول هي تضغط وتحاول كسب مصالحها، والدولة أيضا عندها أوراق ضغط أيضا على الأطراف الأخرى. هذا أمر طبيعي جدا، ولا يمكن أن يعتبر أنه شيء سيء بالنسبة إلى الجزائر. ولكن أنا أعتقد أنه الاهتمام الذي حدث بالجزائر ليس بتلك الطريقة السيئة كما حدث مع دول أخرى، ولكن هناك طبعا أطراف أخرى تهتم بالشأن الجزائري وتريد أن تعفنه من خلال التحريض القائم من بعض الأدوات التي موجودة في الخارج وموجودة حتى في الداخل. هذا شأن آخر والجزائر بالمرصاد، ولكن أنا أعتقد أن الجزائر في مرحلة تحول كبير. هناك بعض الدول تخشى على مصالحها أن تضيع، هناك تنافس بين هذه القوى الكبرى في خلال المصالح الموجودة في إفريقيا، والجزائر بوابة إفريقيا ولديها تأثيرها. أنا أعتقد أن الجزائر في مرحلة مفصلية، من ضروري أنها تتب تبرز للعالم مثل هذه التحولات. الموعد الذي مهم كثيرا في إعطاء صورة أفضل بكثير عن الجزائر في هذه المرحلة.
الأستاذ عثماني تهامي، تساؤل آخر، هل من مصلحة هذه القوى والدول الكبرى التي تجمعها علاقات سواء اقتصادية أو حتى سياسية مع الجزائر، من مصلحتها أن الجزائر تمشي الموعد الانتخابي يوم 12 ديسمبر؟ بالنسبة لهذا الموضوع، نحن نعرف بأنه في هذه المرحلة تشهد الجزائر انفتاحا سياسيا كبيرا، والدليل على ذلك هو الاهتمام الدولي الكبير بدولة كبيرة مثل الجزائر، بحيث سنشهد زيارات أخرى لا شك في ذلك من بلدان إقليمية، من منظمات دولية قارية ودولية إلى غير ذلك. هذا الدليل على الاستمرار، دليل على ذلك هو استمرار الحراك السياسي في الجزائر دون عنف ودون قمع وبكل حرية التعبير. كذلك وجود، أعتقد أنه وجود 134 مترشح من كل الطبقات الاجتماعية متساوية الفرص يعطي إشارات إيجابية للخارج من أجل الارتياح، لأن الجزائر دولة مهمة جدا من ناحية، الجزائر دولة بترولية، يهم هذه الدول وهذه الهيئات استقرار الجزائر من ناحية سياسية ومن ناحية الأمنية. أعتقد أنه الأزمة في الجزائر مرتبطة بكل خيوطها بالخارج. لماذا؟ لأن الوضع السياسي للجزائر يهم كما قلت سابقا دول إقليمية، دول قارية، دول منظمات دولية إلى غير ذلك. أعتقد أن الجزائر نجحت في تسويق صورة إيجابية من خلال تعاملها مع المظاهرات الشعبية خلال 8 أشهر تقريبا، سوقت صورة إيجابية للتعامل مع هذه الأزمات. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عثماني تهامي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أدرار. أعود وأختم فقط مع الأستاذ أنور مالك، الكاتب والمحلل السياسي من فرنسا. توقعاتك للأيام المقبلة، هل سنشهد بروز أسماء رنانة، أسماء كبيرة ستترشح للانتخابات الرئاسية، الموعد حتى يوم 25 أكتوبر؟ نحن نتمنى أن تظهر أسماء أخرى ذات ثقل، نتمنى ذلك يعني من كل قلبي، لأنه ضرورة ظهور مثل هذه الأسماء سيعطي أولا، يفتح شهية الجزائريين على الانتخابات، ونحن نعلم أن الجزائريين قاطعوا في المراحل السابقة كثير للانتخابات، أيضاً في ظل هذا التحريض القائم أيضا سيشجع كثير من الجزائريين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لكن في حالة إذا اكتفى الأمر على ما هو عليه، هناك يرجع الأمر إلى الذين يقبل ترشحهم، ما يقدمون في خلال حملاتهم الانتخابية في ظل وعود يعني قائمة من طرف السلطات بنزاهة الانتخابات وشفافيتها. أعتقد أن المرحلة هذه يجب على كل الجزائريين أن يدركوا تماما أن هذا الموعد مفصلي للجزائر ومستقبلها، لذلك ما يجب أن يتأخروا ويهتموا بهذا الأمر كثيرا. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ أنور مالك، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي مباشرة من فرنسا. والشكر موصول للأستاذ في العلوم السياسية بجامعة أدرار الأستاذ عثماني تهامي كذلك.